مراجعة سريعة. زينفون AR. Thank you. أول هاتف ذكي في العالم رام 8 جيجا بايت. فعلتها شركة أسوس مع هاتف زينفون AR ليدعم تقنيتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي مع 3 كاميرات خلفية. هيا بنا نتعرف على الهاتف. من الواجهة تجد بالأعلى سماعة المكالمات، وبجانبها الكاميرا الأمامية ومستشعر. أسفل الشاشة الزر الرئيسي وزر لمس. في الخلف 3 كاميرات دائرية مع فلاش مزدوج، والجانب الآخر مستشعران وشعار أسوس أسفل الواجهة الخلفية للهاتف. على اليمين زر الطاقة وزر التحكم بالصوت، وعلى اليسار فيوجد مدخل لتركيب الذاكرة الخارجية. في الأسفل يوجد مدخل USB من نوع C وسماعة خارجية ومدخل سماعات الأذن 3.5 ملم. وزن الهاتف 170 جرام، وجاء بسماكة 8.95 ملم، ويدعم شبكات الجيل الرابع ومستشعر بصمة مدمج بالزر الرئيسي للهاتف. الشاشة مقاسها 5.7 إنش بدقة كواد HD بكثافة 401 بيكسل بالإنش من نوع سوبر أموليد، محمية بطبقة غوريلا جلاس 4، وتشغل مساحة 79% من مساحة الهاتف الكلية. من حيث الأداء يعمل الهاتف بنظام أندرويد نوغا، المعالج من إنتاج كوالكوم، وهو سناب دراجون 821 رباع نواة بتردد يصل حتى 2.35 جيجا هيرتز، ومرفق بمعالج رسوميات أدرينو 530. الرام 8 جيجا بايت، وتوجد نسخة أخرى برام 6 جيجا بايت، وعدة نسخ من ذاكرة التخزين الداخلية 32, 64, 128 و256 جيجا بايت، ويمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 2 تيرا بايت. الهاتف يضم 3 كاميرات خلفية، الأولى بدقة 23 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 مع ميزة التقريب البصري Optical Zoom 3X دون أن تتأثر الجودة، بالإضافة للتكبير الرقمي 12X مع ميزة المثبت البصري OIS والتركيز التلقائي بالليزر. وهناك أيضا ميزة Super Pixel للحد من التشويش عند التصوير في الظلام، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. أما الكاميرا الثانية بنفس الدقة ومخصصة لتتبع حركة الأجسام، بينما الكاميرا الثالثة لدعم تقنية استشعار العمق. ووضعت أسوس هذه الكاميرات لدعم مشروع تانجو القائم على الواقع المعزز، ويدعم هذه الكاميرات فلاش أحدهما مزدوج. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بيكسل مزودة بفلاش وفتحة عدسة 2.0، البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3300 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع، وتقول الشركة إنها تشحن 60% خلال 39 دقيقة. سيتوفر الهاتف باللون الأسود في الربع الثاني من هذا العام في الأسواق الآسيوية، ولا معلومات دقيقة عن الأسعار حتى الآن.